تحية طيبة لكم مشاهدينا أينما كنتم، وأهلا بكم لمرافقتنا هذه الجولة الجديدة مع الصحافة الدولية. نبدأ بالعناوين الرئيسة. في الأوبزيرفر، منظمة إسرائيلية متشددة تخطط لإقامة مجمع سكني يهودي في الحي القديم لمدينة يافا. وفي لوموند الفرنسية، مليونا شخص يقضون بالأيد سنويا، والأزمة الاقتصادية تعيق خطط المكافحة. والآن دعونا نلقي نظرة سريعة على باقي العناوين، بدءا من الصحف الأمريكية نيويورك تايمز: الإرث المهلك للتسرب النفطي. الواشنطن بوست: ماذا فعلت الحرب بالجنود الأمريكيين؟ ومن الواشنطن تايمز: أوباما وبيتريوس وربط الإرهابيين بالإسلام. وبتوقف مشاهدينا عند العناوين الفرنسية، نستعرض التالي منها: لوموند، سموا الصومال في إشارة إلى حركة الشباب المتشددة. من لجورنال دي ديمانش: رحيل الممثل الفرنسي برنار جيرودو نتيجة مرض عضال. أجوردوي: رحيل جيرودو الرجل العاطفي. ماذا حملت لنا الصحف البريطانية من عناوين نتعرف على الآتي منها: الساندي تيليغراف، بريطانيا لن تحظر ارتداء النقاب. الأوبزيرفر: الحكومة البريطانية ستلغي مساعداتها لأكثر من 40 دولة. ومن الاندبندنت أون ساندي: القوات البريطانية ستغادر أفغانستان بحلول العام 2014. والآن إلى ما جمعنا لكم من أخبار منوعة، نبدأها من ساندي تيليغراف: ونتائج دراسة جديدة أظهرت أن النساء وبخاصة الأمهات العاملات هن أكثر قدرة على القيام بمهام عدة في الوقت ذاته، مقارنة مع الرجال الذين يصعب عليهم الجمع بين عملهم خارج المنزل وبعض المهام الأخرى. أما صحيفة ساندي تايمز فقد أشارت إلى أن إحدى الشركات المنتجة لماكينات المسح الضوئي ستعرض في الأسواق قريبا جهازا يمكن استخدامه في المطارات للكشف على المسافرين وما يحملونه داخل أجسادهم وحقائبهم من دون الحاجة للمرور عبره، تماما كما هو حال كاميرات المراقبة لتجنب هدر وقت المسافرين. ومن أخبار عالم الفن، صحيفة لوموند الفرنسية ألقت الضوء على المهرجانات الموسيقية التي يستضيفها الساحل اللازوردي في فرنسا، ويضم سلسلة حفلات من الموسيقى الإلكترونية يديرها كبار الدي جي في العالم أمثال ديريك ماي عميد موسيقى التكنو، ويتوافد إليها كما نشاهد الشباب من مختلف أنحاء العالم. نشاهد